أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في البحيرة واسكندرية، اتعرض فيديو للباحث وليد فكري. الباحث وليد فكري اتكلم وقال إن جمال حمدان، يعني عملاق الجغرافيا والباحث الأعظم في هذا العلم، اعتبر مصر في كتابه أكبر دولة عبور وطريق في العالم. وليد فكري قال كمان إن مفيش تاريخ بدون جغرافيا، ولو بصينا لخريطة العالم هنلاقي إن مصر بتمتلك سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، وإزاي أن مصر بتعتبر مفتاح سلسلة الطرق البرية والبحرية في العالم. خلينا نتابع يعني ما يترجم هذا الكلام. في كتاب شخصية مصر بيوصف العلامة الدكتور جمال حمدان مصر بأنها حجر الزاوية بين قارات العالم القديم الثلاثة، ومفتاح سلسلة الطرق البرية والبحرية العالمية، وعشان كده اعتبرها بدون مبالغة أكبر دولة طريق وعبور في العالم. مبدئياً كده مفيش تاريخ من غير جغرافيا. بص على الخريطة هتلاقي إن مصر بتمتلك سواحل على البحرين المتوسط والأحمر بيوصل طولهم ل 3000 كيلومتر، وإنها من خلال شبه جزيرة سيناء وخليج السويس وخليج العقبة بتربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، ومن خلال نهر النيل الممتد لقلب قارة أفريقيا وبيصب في أقصى شمال مصر، بتوصل مصر بين أوروبا في الشمال وعمق القارة الإفريقية في الجنوب. يعني باختصار، مصر هي نقطة الالتقاء والاتصال بين قارات العالم القديم الثلاثة، أفريقيا وآسيا وأوروبا، اللي حجم التجارة بينهم وصلت حالياً ل 59% من حجم التجارة العالمية. واللي مصر بتعمله حالياً نقدر نوصفه بكل ثقة إنه جزء طبيعي من حركة التاريخ المصري، واستمرار لإدراك المصريين إن موقع بلدهم في حد ذاته هو ثروة قومية. وتعالوا نشوف التاريخ بيقول لنا إيه. من أيام الملوك المصريين العظماء أحمس وتحتمس الأول وتحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني وغيرهم، مصر دايماً بتأمن طرق التجارة والحركة البشرية فيها، سواء الطرق البرية المتجهة بعد كده شمالاً لبلاد الشام وبلاد ما بين النهرين في العراق القديم، أو اللي متجهة جنوباً مع طريق وادي النيل، إضافة لتأمين طرق الملاحة في البحر الأحمر، واللي شهدت البعثة الشهيرة للملكة حتشبسوت لبلاد بونت جنوبي البحر الأحمر. إضافة لكده كانت مصر بتأمن حركة الملاحة البحرية في شرقي البحر المتوسط مروراً بموانئ بلاد الشام ووصولاً لجزيرة قبرص والجزر اليونانية. مش بس كده، المصريين كمان عملوا أول تجربة للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ده تم في عهد الملك سنوسرت الثالث لما اتشقت قناة بتوصل بين نهر النيل وبين البحر الأحمر وحملت اسم قناة سيزوستريس. فبقى البحرين المتوسط والأحمر متصلين ببعض بشكل غير مباشر من خلال وادي النيل. ثم عاد الملك سيتي الأول حفرها وأعيد حفرها بعد كده في العصر العربي الإسلامي تحت اسم خليج أمير المؤمنين. في العصر البطلمي حرص ملوك مصر إن ميناء الإسكندرية يكون رقم واحد تجارياً وحضارياً، مش بس في البحر المتوسط وإنما على مستوى العالم القديم كله. كمان اهتموا بموانئ مصر المطلة على البحر الأحمر وبحركة الملاحة فيه وتطهيره من القراصنة، وده لأن مضيق باب المندب اللي بينتهي بيه البحر الأحمر هو البوابة المفتوحة على تجارة المحيط الهندي ومنه للهند والصين وجنوب شرق آسيا. أما العصر العربي والإسلامي فمصر اهتمت فيه بموانئ الإسكندرية ودمياط ورشيد وميناء بورسعيد القديم اللي قبل ما تتبني المدينة بقرون كان معروف باسم ميناء تنيس، إضافة لمدينة الفرمة وموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط. وعلى البحر الأحمر ميناء عذاب في منطقة حلايب وميناء القصير واللي بيرجع تاريخه لعهد الملكة المصرية القديمة حتشبسوت. وفي العصر الحديث كان شق قناة السويس نقلة عظيمة وتأكيد على مكانة مصر المتميزة في شبكة الطرق العالمية، ودي نفس الرؤية اللي مستمرة لحد دلوقتي مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس سنة 2015. لما تبص على خريطة مصر دلوقتي هتلاقي نفس عمق الإدراك التاريخي لعوامل قوة مصر الجغرافية الفريدة بيتحقق في كذا اتجاه.
زي تطوير وتوسعه ورفع كفاءه الموانئ والمناطق اللوجستيه، وكذلك منظومه الشحن والتفريغ وادارات الجمارك، ومشروعات ربط الموانئ البحريه والبريه بالطرق والسكك الحديديه، وعمليات رفع كفاءه العاملين فيها وتيسير الاجراءات وغيرها من متطلبات التطوير. هتلاقي انها بتتم بنفس الرؤيه للمعابر والموانئ التاريخيه لمصر، واللي كانت من اسباب نهضتها في عصور الازدهار التجاري والحضاري. مش بس كده، مصر كمان بتبني موانئ جديده زي ميناء العين السخنه للمياه العميقه، ميناء دمياط الجديد لخدمه سفن الحاويات، وميناء الطور الجديد لخدمه البضائع العامه. ولان حمايه البيئه والحفاظ عليها هو بعد عمره ما غاب عن اهتمامات مصر، هتلاقي ان بيتم تدشين اول ميناء اخضر في قاره افريقيا، هو ميناء شرق بورسعيد، اول ميناء اخضر مطابق للمواصفات العالميه للموانئ الصديقه للبيئه. اكثر من 80 مشروع متعلقين بالموانئ البحريه المصريه او شكوا على الاجتماع، ده غير الموانئ البريه والخطه الطموحه لانشاء 14 ميناء بري على مستوى مصر. انت متخيل انجاز المشروعات دي معناه ايه؟ ومتخيل استيعاب مصر لعوامل قوتها الجغرافيه وتعزيز عناصر القوه اللي بيتم دلوقتي ممكن يوصلنا لحد فين؟ كل ده يحطنا قدام حقيقه واضحه، اداره مصر لملف الموانئ واللوجستيات دلوقتي والاستفاده من موقع مصر على خريطه حركه التجاره العالميه بيعكس قراءه عميقه جدا للتاريخ المصري واستخلاص ممتاز لنقاط القوه المصريه. وكل خطوه بنمشيها في طريق تعزيز قدراتنا كمركز للعالم هتخلي كل واحد مننا يزداد فخرا بانتمائه لمصر، مركز العالم بمعنى الكلمه، وهيورث الانتماء ده والفخر ده لاولاده وللاجيال الجايه.